Todo esto se hace a partir de la convicción, la pasión y la inspiración. هذا العمل يحتاج للإيمان والشغف والإلهام من أجل الحصول على النتيجة التي تتمناها المريضة، وعندما يشعرن أنهن أصبحن مستعدات ينزعن الضمادات ويعودن لحياتهن الطبيعية من جديد. No, eso es indescriptible y creo que eso hace que sea tan apasionado para hacerlo. أشعر أنني سجينة داخل جسدي، أشعر أنني سجينة لأنني أريد العيش بطريقة أخرى، أريد أن يتوقف الناس عن النظر إلي بشفقة.